السلام عليكم، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يا ربي نسمع عليكم ديما خبار خير. اليوم بغيت ندير معكم واحد الوصفه اللي هي معروفه عندنا في المغرب، كناكلوها كل سيمانه كل جمعه. هذه بطلب من واحد صديقات سعوديات وغير سعوديات، طلبوني قالوا لي ديرينا الكسكسو ديالكم، وما تيقولوا لي الكسكسي. فقلت يلا ما كاين مشكل نشارك معهم هذه الوصفه. ولكن كان ماذا بيا يكون عندي البرمه، ما عنديش البرمه، عندي الكسكاس ديال البرمه ديال الكوكوت، ولكن كسكاس زوين كيفور ليا مزيان، كندير فيه الكسكسو، تندير فيه السفه، اي حاجه كتبخر تنديرها فيه. المهم يعني كون كانت البرمه غنقدموا الاكله بشكلها يعني متكامل، يعني فاش كطيب وكل شيء. المهم هو راه غيجي كسكسو كسكسو. ندوزو معاكم الاش غادي نحتاجو. المهم اللحم كالعادة، الخضار عندنا راه معروفة، القرعة هذيك، هاد القرعة قرعة كيقولولها القرعة السلاوية، يمكن عندنا مومية بحال القرعة الرطيلية، زوينة حلوة وكتجي زوينة. القرعة الخضراء الكوسة، هذا الخيزو جزر، هذا اللفت، لقيت داك اللفت البيض داك بوصاية اللي فيه الموف، زوين هذاك تيعجبني. كرومب ملفوف، مطيشة، بصلة، قبطة ديال قزبر معدنوس، العطرية، التوابل، السكينجبير، الكركم، الفلفل الأسود، البزار، والملح، وشوية ديال السمن. ما غاديش نديرو دابا السمن، ما كنديروش في الأول، وكاس ديال الزيت، أنا ما كنعمروش، ما كنديرش الزيت بزاف. وندوزو كيفاش طريقة التحضير. نبداو بسم الله، غنديرو الزيت هو الأول، نحطو الحبات ديالنا. ما راك عرفتو الكسكسو راه كنديرو كلشي في المرة الأول، كنديرو بصيلة، كنديرو مطيشة، كنديرو قبيطتنا ديال قزبر ومعدنوس، وكنزيدو التوابل ديالنا. وعلى غامض هيدا يعني كنخليو يتقلى على خاطرو. بسم الله، واحد صديقة لحت عليا بزاف من شحال هذه، كتقول لي ديري لنا الكسكسو اليوم. تحية ليها سامية، الكسكسو اليوم عشانك ديالك انتيا، هي كايلاه وراه كتعرف كتفهم مغربي مزيان تبارك الله عليها، هي سودانية. تحية ليها من هنايا، والبنات كاملين راه عارفين راسهم اللي كنبلغ ليهم التحية. وكنقول لها الكسكسو اليوم راه انتي من ضمن الناس اللي وصاوني باش نديرو، ودرسوا على قبلكم يعني عشانكم. يلا تنرجعوا نخليوا يتقلى ونعاودوا نرجعوا نبغيو نمرقوا عليه. ها الحيمات ديالنا تقلاو كما كتشوفوا، دابا غادي نرويو عليهم. انا درت الماء طيب، بسم الله. هما تعرفين القياس اش كنديرو ديال الماء، حنا غنطيب فيه اللحم ولا غنطيب فيه الخضرة، وراكم عارفين شحال من التصويرة كنديرو، يعني كنديرو بحساب اللي غادي يكفانا. سامية ديري كل المراحل اللي انا درتها قد هادشي اللي درت. ونسيت نقول لكم واحد الحاجة، راني نسيت ما قلتلكمش، هذا سميتو الحمص. كالعادة نسيت جل من لا ينسى، ها هو شوية ديال الحمص مرقد كان عندي، غير نسيت ما قلتوش مع هذا، حيت هو كيهز لينا شوية ديال الطيب، كنديرو كنسدو عليه مع الحيمات شوية. صافي كنسدو دابا، أو تنوجدو السميد باش نديرو هكا تفور.
دابا بغيت نوجد معكم السميد. المهم انايا كناخذ عاده داري، كنمشي لواحد المحل كنشريه منه، وحيت المحل بعيد وما ما كاينش ما متوفرش عندي، فانا خديت مني ما كيكونش هذاك تناخذ هذا. المهم البنات اللي كاينين هنايا راك عارفين هذا سيبا، المهم تاخذوا راه فيه الغليظ وفيه الموين وفيه الرقيق، خذوا الموين ها هو مكتوب فيه هنايا. المهم هو يمكن ديال ما عرفتش واش ديال تونس ولا ما عرفتش شنو ديال فين، المهم مزيان على العموم ولكن ماشي بحال ديال داري، المهم كنقضيو باللي كاين. المهم ها السميده هذه راها مكسكسه ماشي سميده عاديه، كناخذ واحد شويه ديال الزيت، قمت شي جوج ديال المعالقات ولا ثلاثه هكا، وكن بسبسو بها هكا سميتها السميده كلها، وكنخليوها حتى يوصل الوقت فاش غنديروها في الكسكاس ديالها. انا غنوريكم الكسكاس، نسيت ما جبتوش ليكم، راه محطوط لهي بلاتي ونرجع معاكم. بغيت نوريكم الكسكاس ديال الكوكوت، هو هذا شوفوا كيفاش داير من التحت. هاد البلاصه كتحط في البلاصه ديال الصفاره هكا، هو راه كيجي على ماشي حيت كاين دوك واحد الكسكاسه ديال الكوكوت كيكون رقيق وغادي وكيوسع، لا هذا كيتحط هكا فيه هذا كيتحيد ها منين كيطلع البخار شفتوا، وهذا كيتحط هكايا وكيدوز البخار من كاع هذا التقابيل اللي فيه، وكي يعني كي كلشي كيوصل ليه هذاك البخار. كي المهم انا كيقضي ليا احسن من هذاك الاولاني اللي كيكون رقيق من التحت واسع من الفوق. المهم بما ان احنا ماشي في المغرب راه كنقضيو باش كاين وصافي، ولكن هذا جبته معايا من المغرب، ما كانش عندي فين ندير البرمه. شحال مره راك عرفتوا ملي كيمشي الواحد خاصو يجيب معاه شحال من حاجه، هو اكتفيت بهذا، هذا قلت برمه كبيره غتهز ليا بلاصه كبيره وما كاينلاش صافي وجبت هذا، ولكن مزيان زوين يعني تيقضي. بعد ما صفرات راه كتسمعوا الكوكوت ديالنا كتصفر، درت الكسكسو ديالنا في هذا الكسكاس كما شفتوا، وغادي نديرو غادي نخليه يفور واحد 15 20 دقيقه، اصلا هو غنزيد غير 15 حيت راكم عارفين هو الكسكس ما ماشي بحال السميده اللي ما نكسكسهاش، وهو غادي نعاودو عاوتاني نبخروه مره اخرى. المهم خليكم معنا نخليه حتى يفور تيطلع فيه الفوره مزيان، وديك الساعه نرجعو نشوفو كيفاش غنكملو. بعد ما كنديرو الفوره الاولى كنحطوها هنا في القصريه وكنرشوها بشويه ديال الماء، انا كنرشها وكنخليها هكا شويه تتشرب، وعاده كنبدا ندير فيها نحرب البابيديه. بغيت غير نقول لكم واحد المعلومه، اسميتها السميده ديال داري اللي موالفين كنجيبو، انا كنرشها في الاول كندير لها شويه ديال الزيت واحد جوج معالقات الزيت، وكنرشها بشويه ديال الماء، وعاده كنديرها الفوره الاولى كتفور. هاد السميده مختلفه، درت اول مره فاش كنت جبتها درت لها نفس الطريقه، ولكن ما بحال تعجنات ليا شويه، فانايا وليت كندير لها غير الزيت في الاول بوحدها، كندهنها كنبسبسها بالزيت بوحدو، وعاده كندير ملي كنحطها عاده كندير لها الماء. دابا كما كتشوفوا وكتجيني هي هذيك ما كتعجن ما والو ما كتكور، كنبقاو نحلوا الكويرات ديالو بيدينا هكايا، وكنخليها واحد شويه حتى كتشرب هذاك الماء، وكنعاود نديرها عاوتاني في الكسكاس ونرجع نديرها ديرها الفوره الثانيه. بالنسبه للخضار الخضره دغيا كطيب حيت في الكوكوت، انا قلت لكم درت غير الحمص المره الاولى حيت شويه كيهز الطياب، اما خيزو القرعه ليش وهذاك الشيء كله كنديرو في ملي كتبقى الفوره الاخيره كنديرو كيجي هو هذاك، ما كيفوت فيه الطياب ما كيتهرس ما حتى شي حاجه، كيجي هو هذاك. المهم خليكم معنا تنرجع نخليها شي شويه تشرب هاد الماء اللي سقيتها به. المهم انا دايره نص كيلو، نص كيلو كتجي في قيمه شي نسيتر تقريبا سيتر ديال الماء باش كنسقيوه في جميع في الفوره هذه والثانيه والاخرى.
دابا غنحطوا السميده ديالتنا بعد ما شربت داك الماء اللي سقيناه به، نديروها في الكسكاس ونعاودوا نرجعوها الفرن حتى هي غنخليوها. المهم تفور باش السميده دائما تطيب مزيان 15 دقيقه يعني كافيه. غير بالنسبه انا كنقول لكم بالنسبه للطنجره الضغط الكوكوط راه ماشي هي البرمه، حيت هذيك شويه سريعه، فحنايا راه كتشوفي عينك ميزان. المهم غنخليوها تديروا نعاودوا نرجعوا للفوره اخرى دي من بعدها. الفوره الثانيه ديالتنا هي كما كتشوفوا غنسقيوها بالماء كما قلت لكم. راه المهم في بين الفرات كاملين كاين شي سيترو ديال الماء هكاك. كنسقيها هكا شويه، عاد كنخلي غير واحد شي جوج دقائق وكنبدا نحل فيها كتكون شربات، حيت راك عرفتوا لهذا الكسكس والمكسكس راه كيتزاد في الحجم ديالو. راه بقى سخونه ما قديتش نحلها بيديا كما كتشوفوا. بقى فوره وحده. هو راه كاين المكسكس كاين اللي عاده كيدير لي جوج فورات، ولكن حنا كنبغيو يعني تحسي انه راه طاب مزيان. فثلاثه الفورات مزيانين كافيين، ما كي راه سخون ديالي تسمحوا لي. المهم غنخليو شي شويه حتى يشرب هذاك الماء اللي سقيناه به. انا كنعقل على الوالده دائما ملي كدير هذا الماء اللي كتسقي به كتكون شاده كتقطع فيه البصله وكتخلي منين يلاه كيبداو هذاك الماء ديال البصله هو اللي كتبقى كتسقي به كيعطي واحد الطعم زوين. ودابا غادي نرميو الخضره ديالتنا قبل ما نحط ندير التفويرات الاخرى التفويره الثالثه. كما قلت لكم راه كي الخضره كطيب في هذيك التفويره ديالها سميتو الاخرى كتجي هي هذيك ما كت تفرتت ما كتهرس الخضره ما والو، كيما كتحطها كتهزها. المهم نرميوها ونسدو عليها شويه على ما حطيت سميتو السميده في الكسكاس ونكملوا. خليكم معانا المهم. وكما قلت لكم كنذوقوا الروا نشوفوا واش خاصو شي مليحه خاصو شويه البزار. المهم ما خاصو والو، انا ذقته هو هذاك. غادي نسدو عليه شويه هكايا ونخليوه ومنين كنديروا الماء مليح وواحد جهد معلقه ديال زيت العود ولا الزيت النباتيه ما عندنا حتى مشكل صافي. وكنعاودوا نخليوه شي شويه يرتاح وعاد نحطوه في الكسكاس ونرجعوه فوق الكوكوط تطلع فيه هاد التفويره الاخرى. كما كتشوفوا ها هو محلول ما فيه لا ما مكور ما حتى شي حاجه. انا ملي كندرتو اول مره بحال تعجل ليا ما بقيتش كندير الماء في الاول، كندير غير الزيت وعاده كندير الماء من بعد. وكنديروا دابا نحطوا باش نديروا التفويره الاخرى قبل ما نسقيو ونخليوها حتى هي واحد 15 دقيقه كتفور على خاطرها. هي هذيك منها حتى الخضره كطيب كما قلت لكم راكم شفتوني درتها في ثلاث فوار الاخرى عاد درتها راه ما كتبقاش خضره راه كتجي هي هذيك. المهم حتى نكملوا. وها الكسكسو ديالنا وجد. انا سقيتو سقيتو في طاجين حيت كيقدنا حنايا دو بيرسون يعني ماشي بزاف. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم
ويا ربي يكون ما طولتش عليكم. والمهم راه كنقول للبنات الاخرين راه عندنا الكسكسو في المغرب يعني راه لعده طرق، كل منطقه والكسكسو ديالهم كيفاش داير. هذا كسكسو متواضع ديالي، كنتمنوا تقبلوا عليه وان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله نشوفكم في طبق اخر باذن الله. الله يعاونكم. سلامه.